وللحديث عن تبادل الاتهامات بين كييف وموسكو بشأن تفجير سد نوفاكا خوفكا في منطقة خيرسون، معنا من اسطنبول الخبير العسكري العقيد الأستاذ أحمد حمادة. مساء الخير. مساء الورد، أهلا وسهلا، أسعد الله مساءكم. حياكم الله وأهلا بكم. كيف يمكن لأوكرانيا في هذا الموضوع أن تكون مسؤولة بحسب الرواية الروسية عن تدمير السد، وماذا ستستفيد إذا تم تدميره؟ يعني بداية، السد يقع في منطقة قريبة من مدينة خيرسون، نعم، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية مناصفة مع القوات الروسية على نهر دنيبرو. فاليوم تفجير هذا السد أغرق مساحات واسعة من الأراضي بحدود 80 مركز سكني، وهذا الإغراق للأرض هو يجعل القوات الأوكرانية التي تستعد للهجوم على منطقة زاباروجيا ومنطقة خيرسون ولفصل القوات الروسية في هذه المنطقة عن روسيا، وكذلك الوصول إلى شمال شبه جزيرة القرم. فتفجير هذا السد هو عمل عسكري أو كسلاح استخدمه الروس من أجل إغراق هذه الأراضي ويعني إعاقة تقدم القوات الأوكرانية. والروس هم الذين يقصفون المحطات والطاقة، لأن اليوم هذا القصف أغرق المناطق، حرم مناطق عديدة من المياه، وكذلك لوث مياه نهر دنيبرو، وحرم منطقة واسعة جدا من الفاقة الكهربائية التي كانت تتغذى بها المنطقة، كذلك حرم يعني محطة زاباروجيا النووية من المياه ومن الكهرباء. إذن هو عمل تخريبي تقوم به روسيا من أجل إعاقة ومنع الهجوم الأوكراني الذي يعني طال انتظاره من قبل العالم ومن قبل الروس والأوكراني. ولكن ما أدلة روسيا أن أوكرانيا هي من قامت بتفجير هذا السد؟ إذن هناك لجان تحقيق، اليوم الولايات المتحدة تحدثت والتي تملك المعلومات والرصد الجوي والأقمار الصناعية، قالت بأن التسريبات تقول بأن الروس هم من ضرب هذه المنطقة، وتذكرنا كل هذه الأمور في الحرب النفسية التي يستخدمها الروس، ودائما يكذبون بأن أوكرانيا ستستخدم القنابل القذرة، وهي التي ضربت أكثر من مرة محطة زاباروجيا النووية. إذن الروس يستخدمون كل الأساليب والألاعيب، وقد عرفناهم نحن في سوريا عندما يسوقون لأي عمل، وبالتالي هم يقومون بفعل نفس العمل. طيب، هنا أيضا روسيا تتهم كييف بأنها ستستخدم كما ذكرتم القنابل القذرة، هل بالفعل أوكرانيا باتجاه استخدام مثل هذه القنابل أو التقنيات؟ يعني حتى هذه القنابل القذرة ليست هي محرمة دوليا، وليست هي سلاحا نوويا، هي نفسها قنابل. ما طبيعة هذه القنابل ولماذا يطلق عليها القذرة؟ نعم، هي قنابل قذرة لأنها تحوي إشعاعات، يعني هي من نفايا اليورانيوم أو المنظف وغيره الذي يتم استخدامها القوات الروسية، استخدمها الجيش الأمريكي في العراق، تم استخدامه في العراق بشكل واسع، ولذلك تسمى قنبلة قذرة، هي نفسها محشوة بالTNT والمتفجرات، وبالتالي الغلاف أو شكل القنبلة يتم استخدام فيه من النفايات النووية، لذلك تكون أشد إمضاء وتؤثر في المنطقة على نطاق محدود في الإشعاعات التي يعني تؤثر على الأفراد وعلى البنى الحية في المنطقة. طيب، على أرض الواقع ومن خلال معطيات المعركة بين الطرفين، هل يمكن أن يؤثر الدمار الذي سببه تدمير هذا السد بتقدم القوات الأوكرانية كما يقول الرئيس الأوكراني في حدث يشكل ربما كارثة بيئية وكارثة تكنولوجية في أوروبا أجمعها؟ نعم، تفجير هذا السد الذي طوله بحدود 250 كيلومتر وعرضه 40 كيلومتر، وهو من مخلفات الاتحاد السوفيتي السابق، ويحجز كميات كبيرة من المياه، أغرق منطقة واسعة بحدود 80 موقع سكني،
حرام حتى منطقة القرم من المياه، وأدى إلى تسرب كميات كبيرة من الزيوت والوقود في نهر دنبرو الذي يهدد الثروة السمكية يعني كل شيء حي في هذه المنطقة، وإغراق المناطق يعني المنبسطة في المياه يؤثر إلى تعثر تقدم الآليات والدبابات، وبالتالي يعيق الهجوم الذي كانت تحضر له القوات الأوكرانية من أجل تنفيذ أو ضرب القوات الروسية وإبعادها عن المناطق التي احتلتها منذ شهر شباط الماضي. طيب، هل هناك ربما توقيت معين لإعادة تموضع القوات الأوكرانية وبداية الهجوم واستئنافه من جديد بعد تفجير هذا السد؟ يعني أتوقع في هذا القطاع، يعني إذا هناك قطاعات طول الجبهة بحدود 800 إلى 900 كيلومتر جبهة بين الروس والأوكرانيين المشتعلة، وهي تشمل الجبهة الجنوبية والجبهة الجنوبية الشرقية والشرقية، يعني من خاركيف وحتى أوديسا. هذه الجبهة يعني اختار الأوكرانيون عدة مواقع من أجل الاستطلاع بالقوة ومن أجل فحص أو اختبار الجهاز التحصين الروسي وجهاز الدفاع الروسي. لذلك هذه الهجمات لا أتوقع بأنها هي كانت الهجوم المضاد الذي ينتظره الأوكرانيون والعالم ينتظر هذا الهجوم، ولكن أتوقع بأن الأوكرانيين استخدموا هذا التكتيك في هجمات منفردة في مناطق عدة، وهم حققوا بعض التقدم في منطقة باخموتا، يعني هناك تقدم كما قال يعني زعيم فاغنر بريغوجين، تحدث صراحة بأن هناك قوات تتدخل إلى باخموتا، وأن بيلغورد كذلك المدينة التي هي من الأراضي الروسية تم وصول الجيش أو اللواء فينق روسيا الحرة إلى تلك المنطقة. لذلك قامت روسيا بضرب كييف بسيل كبير أو بأسراب من الصواريخ والطائرات الشاهد 136 الأوكرانية. في هذا الإطار سيادة العقيد، نعم، في هذا الإطار يعني ماذا عن جهوزية القوات الروسية كما ذكرتم في باخموت وإحكام السيطرة عليها والحفاظ على السيطرة عليها وتقدير كذلك ميليشيات فاغنر الموازية لها؟ يعني القوات الروسية التي تعتمد اليوم على الدفاع، وهي عندما تلجأ القوات للدفاع يعني بأن ليس لديها القدرة على الهجوم، وهي التي تنتظر، يعني مثلا تعرف بأن القوات الأوكرانية ستحضر إلى هجوم وتحضر لهجوم وهي تنتظر، لذلك أتوقع بأن ليس لديها القدرة، ربما من نقص من القوات البشرية أو العتاد أو الإمدادات الأخرى. لذلك تستعين القوات الروسية بقوات قدير أخرى، قوات فاغنر وغيرها في هذه الجبهة أو في مناطق أخرى، وتعتمد على الطائرات المسيرة وعلى الصواريخ التي تضرب البنى التحتية ومحطات الطاقة يعني القدرات الأوكرانية في هذه المنطقة. أتوقع بأن الأوكرانيين الذين سيعتمدون على الأسلحة الغربية ووسائط الدفاع الجديدة من باتريوت وسامز، يعني بالأمس أسقطوا 38 هدف فوق كييف، من 38 هدف تم ضربهم على كييف. إذن هناك فعالية كبيرة لوسائط الدفاع الجوي الأوكرانية بعد أن تطورت وتم رفضها بأسلحة حديثة ومنظومات جديدة من ألمانيا ومن فرنسا ومن بريطانيا ومن أمريكا. نشكركم الشكر الجزيل الخبير العسكري العقيد الأستاذ أحمد حمادة، شكرا جزيلا لكم، كنتم معنا من إسطنبول.